نبدأ بالقسم الثاني من درس اليوم. نكمل حل الأسئلة. السؤال الثاني: في النص أسلوبا شرط، استخرجهما ثم حدد نوع كل منهما وسبب اقتران كل من جملتي الجواب فيهما بالفاء. أسلوب الشرط الأول هو: إن كنت تندب إلفا فقد شجاك. نوعه هنا أسلوب شرط جازم، لأنه بدأ بإن، وإن حرف شرط جازم. وسبب اقتران جواب الشرط هنا بالفاء لأنه جملة فعلية سبقت بقد. الأسلوب الثاني هو: إذا رأيت حمول القوم فانعاني. هنا أسلوب شرط غير جازم، لأن إذا اسم شرط غير جازم. وسبب اقتران جواب الشرط بالفاء لأنه جملة فعلية فعلها طلبي انعاني. ملاحظة: أسلوب الشرط هو تركيب يتألف من أداة الشرط وجملة فعل الشرط وجملة جواب الشرط. أدوات الشرط الجازمة: لدينا إن وإذ ما هما حرفا شرط، ومن للعاقل، ما ومهما لغير العاقل، متى وأيان للظرفية الزمانية، وأين أن حيثما للظرفية المكانية، وكيفما للحال، وأي تستعمل بحسب ما تضاف إليه. أما أدوات الشرط غير الجازمة، إن لأدوات الشرط غير الجازمة 3 حروف و3 أسماء. أما حروف الشرط غير الجازمة هي لو ولولا وأما. وأما أسماء الشرط غير الجازمة فهي إذا، كلما، لما. ولما هنا تكون بمعنى حين، ولذلك فإن لما تسمى لما الحينية. ويجب اقتران جواب الشرط بالفاء إذا كان واحدة مما يأتي: إذا كان اسمية، طلبية، وبجامد، وبما، وبلن، وبقد، وبالتسويف. أي يقترن جواب الشرط بالفاء إذا كان واحدة من هذه الأمور. السؤال التاسع: اكتب المصدر الصناعي لكل مما يأتي. الحجاز تصبح الحجازية، وطن وطنية، أرض أرضية. السؤال العاشر: اجعل الفعل ترى فيما يأتي مجزوما بجواب الطلب واجري التغيير اللازم. زدني من النوح حتى ترى عجبا من فيض أجفاني. تصبح: زدني من النوح ترى عجبا من فيض أجفاني. لاحظوا هنا في الجملة السابقة حتى ترى، في الجملة الثانية زدني من النوح ترى عجبا. السؤال 11: اكتب وزن كل مما يأتي: قف، طر، قل، ثم اذكر الحرف المحذوف منها. قف الوزن عل، الحرف المحذوف هو الواو، الأصل وقفة. طر فل، الحرف المحذوف هو الألف، الأصل طار. قل فل، الحرف المحذوف الألف، الأصل هنا قال. السؤال 12: أسند الأفعال الآتية إلى واو الجماعة مع الضبط بالشكل: ترى تصبح ترون، يسري يسرون أو يسرون، يدعو يدعون. ملاحظة: الأسماء العربية نوعان، جامدة ومشتقة، والاسم الجامد هو الاسم الذي لا يؤخذ من غيره، أما الاسم المشتق فهو الاسم الذي يؤخذ من غيره. والمشتقات هي: اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة، اسم التفضيل، اسم الزمان، اسم المكان، اسم الآلة، مبالغة اسم الفاعل.
الأسماء الجامدة قسمان: الاسم الجامد الذات، وهو الذي يدرك بإحدى الحواس الخمس، فيدل على شيء يرى أو يلمس، مثل غصن، رجل، شمس. هذه الأسماء نقول عنها اسم جامد ذات، لأنها تدرك بإحدى الحواس. الاسم الجامد المعنى هو الاسم الذي يدرك بالعقل، ويسمى المصدر، ويدل على شيء لا يرى ولا يلمس، بل يدرك أو يفهم بالمعنى، مثل خوف، صبر، حب. هنا هذه الكلمات لا ترى بالعين، أو لا يمكن إدراكها بإحدى الحواس، مثل الصبر والحب. من يعدد لنا حروف الشرط الجازمة؟ آية مصطفى. إن وإذ ما ومن وما ومهما ومتى وأيانا وأين وأن وحيثما وكيفما وأي. سيدي جزاك الله خيرا. إذن أدوات الشرط الجازمة: إن وإذ ما حرفان، من للعاقل، ما ومهما لغير العاقل، متى وأيان للظرفية الزمانية، أين أن حيثما للظرفية المكانية، كيفما للحال، وأي تستعمل بحسب ما تضاف إليه. وأيضا لدينا أدوات شرط غير جازمة: الحروف هي لو، لولا، أما. أما الأسماء فهي إذا، كلما، لما، التي تسمى بلما الحينية. من يعرف لنا الاسم الجامد والاسم المشتق؟ حور تفضلي. الفعل ينقسم إلى جامد ومشتق. المشتق هو الذي يؤخذ من غيره، أما الجامد هو الذي لا يؤخذ من غيره. المشتق ينقسم إلى اسم التفضيل، اسم الزمان والمكان، اسم الصفة المشبهة، اسم الفاعل، اسم المفعول به، واسم التفضيل. ما بعرف إيش اسمه. نعم صحيح. الجامد جامد ذات، والذي لا يدرك بالحواس الخمسة، أما المعنوي هو الذي لا يدرك بالحواس الخمسة. صحيح، جزاك الله خير. صحيح. إذن الأسماء العربية نوعان: جامدة ومشتقة. الاسم الجامد هو الاسم الذي لا يؤخذ من غيره، أما الاسم المشتق هو الاسم الذي يؤخذ من غيره. والمشتقات هي اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة باسم الفاعل، اسم التفضيل، اسم الزمان، اسم المكان، اسم الآلة، مبالغة اسم الفاعل. الاسم الجامد الذات هو الذي يدرك بإحدى الحواس الخمس، أي يدل على شيء يرى أو يلمس، مثل غصن، رجل، شمس، نجم. والاسم الجامد المعنى هو الاسم الذي يدرك بالعقل، ويسمى المصدر، ويدل على شيء لا يرى ولا يلمس، بل يدرك أو يفهم، مثل خوف، صبر، حب. الواجب في درس اليوم تكتب فقرة من ثلاثة أسطر عن المعلم، مستخدمة فيها أسماء جامدة وأسماء مشتقة.